يوتيوبر مشهور جاء إلى المغرب وقام بتصوير فيديو أحدث ضجة في قناته بسبب العديد من الأمور التي وقعت له وحصلت له في المغرب. هاي لحظة دخوله أعزائي المشاهدين قبل الانطلاق في هذا الفيديو، صلوا على نبينا محمد. هنا لما أدخل إلى مكان إقامته قال لك هذا المكان جميل جميل، قال لك موجود فيه كليماتيزر لأنه الوقت حار جدا في المغرب. مكان صغير ولكن جميل جدا. قال لك الآن سنكتشف كيف هي مراكش. هنا راه يتكلم، قال لهم أين هو أحسن مكان للأكل؟ قال له هذا رمضان، قال له الأماكن مغلوقة، قال له هذه رمضان، قال له كل المطاعم مغلوقة. ما شاء الله، تحية بيجا 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 لكل التجار الذين يغلقون محلاتهم في رمضان. صراحة أن المغرب يعني لا رمضان احترام كبير لشعائر رمضان، وأحترم البلدان التي تحترم رمضان، والله مهدي الناس والتجار الذين لا يحترمون شهر رمضان. أعزائي المشاهدين، يعني المغرب والجزائر رمضان لا تمزح معهم في رمضان، والكثير من الأشخاص في تونس أيضا الحمد لله ناس متدينين، ولكن في تونس رأينا العديد من المحلات مفتوحة في رمضان، ربي يغفر إن شاء الله. قال لك أنا وصديقي الإنجلترا بطبيعة الحال يعني غالية جدا، هنا العديد من الأمور يعني ليست غالية. قال لك أنه بريطانيا يعني تقوم باستغلالنا واستغلال أموالنا. قال له اشتقت لك كثيرا. قال له هل بإمكاني أن أخذ صورة معك؟ قال لك الآن نصور فلوغ. قال له يلا نلعب مباراة كرة قدم. قال له نعم. قال له نلعب الآن مباراة كرة قدم. قال له هيا. قال له هيا نلعب مباراة كرة قدم. قال لك دروكا رايحين طبيعة الحال نقوم بالربح، أطفال مراكش هنا. قال لك جينا هنا بطبيعة الحال من أجل لعب كرة القدم. قال لك هذا الشاب راه يدخلنا إلى كل مكان وكأنه هو الكينج، هو الرئيس. قال لك هو رئيس مراكش. قال لك لسوء الحظ الملاعب كانت مشغولة لذلك لم نلعب كرة قدم. قال لك ولكن سألعب البادل لأول مرة. قال لك هذه أول مرة ألعب فيها بادل في المغرب. قال له هل لعبت بادل ماركو من قبل؟ قال له سنلعب الآن يا 10 نقاط. طبيعة الحال بادل أصبحت رياضة مشهورة بشكل كبير جدا مؤخرا خاصة في فرنسا. طبيعة الحال يعني واضح عليهم أنهما ليس محترفان. أوكي خلينا نفوت في مباراة البادل. أوكي مباراة البادل أخذت أكثر من حقها. أوكي طبيعة الحال قال لك المباراة انتهت. قال له هل لديك أي شيء تقوله لنفسك؟ قال له أنا بطبيعة الحال لست لاعب بادل، أنا لست لاعب ممتاز في البادل. هنا راه بطبيعة الحال يرسل رسالة إلى مجموعة من اليوتيوبرز معروفين بشكل كبير جدا في بريطانيا أعزائي المشاهدين، كتشانكس كنيكو، يعني معروفين بشكل كبير جدا في بريطانيا. قال لك يعني هذا تحدي لكم لأني بطبيعة الحال من أحسن لاعبين في البادل. قال لهم هنا دخلنا إلى بيت هذا الأطفال الذين قاموا باستدعاء الآن إلى الإفطار. طبيعة الحال كما تشاهدون هم يحضرون الطاولة. قال لك يعني الأشخاص هنا في المغرب طيبون بشكل كبير جدا. قال لك هذا الأمر لن يحصل معنا في بريطانيا. قال لك طبيعة الحال يعتقدون بأننا سنقوم بسرقتهم. قال لك يقول لك أنت مريض في راسك في بريطانيا. هنا راهم يعرضوهم يقول لك ريح. قال لك سننطلق بأكل تمرة. قلت له هذه الحريرة المغربية صح؟ قلت له هذه الحريرة الحمراء أو الحريرة الحامضة. حريرة الحامضة، حريرة الحامضة بصحتك. طبيعة الحال قلت لك أمي راي تصحح لي. قال لها هذا جميل جدا. قال لها جميل جدا. قال لها نطقي ليس جيد. قلت له لا نطقك جميل جدا. قلت له حاول من جديد. قال لها ميسا حضرة. قلت لك الأكل كان جميل جدا وطيب جدا. ها الشاي هنا الشاي المغربي. قلت لك قال له حاول حاول حاول. قال له لا ما نحاولش. قال لها لا 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 تخليه يحاول، لا تخليه يحاول. اوكي راح يحاول. اوكي قال له يعني انت كنت حارس لعبتها بامان. قال له يعني كان يجب علي يعني العب بحرص يعني لاني لا يريد القيام بخطا. هنا الوالد راح يقوم ب يعني بربكه يدربك.
معروفة للناس هنا في المغرب في مراكش يعني النشاط. طبيعة الحال هنا راهم يعيشون الأجواء مع هذه العائلة. قال لهم هذه هدية لكما. قال له أنا لا أريد ولا أعرف طبيعة الحال معرفة الدربوكة. قالها صوتها قوي جدا. قال له آه أنا أحب المغرب. قال لك أول مرة أرى شيء مغربي في المغرب. قال لك فريش جميل جدا أميزي. قال لك تحصلنا على سلو. قال لك الآن نعود. طبعا تحال قال لك الاستقبال الخاصة بالمغاربة قال لك يعني غير معقولة. قال لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا وشكرا أشكر. قلت له شكرا جزيلا. قال لك هذا كان أول يوم في المغرب. قال لك يعني أول يوم في المغرب وتجربة رائعة. قال لك يعني لم أريد أني أصور يعني مكان يعني أكلنا لأنه الناس كانوا يكسروا في رمضان. احترمتهم تحياتي له. قلت لك حتى الأب يعني هو طيب جدا. الأم والأب كل واحد طبيعة الحال قال لك طيبون بشكل كبير جدا. قال لك وعطونا هدية هدية دربوك. قال لك يعني مصنوعة من جلد الحيوان. أني استمتعان بهذا الأزيج. قال لك الآن كم تشاهدون الساعة 6:10 في الصباح. قال لك سنقوم الآن بطيران في المنطاد كما تشاهدون. هذه واحدة من الأمور التي لن أجربها أبدا نظرا لخطورتها. قال لك يعني أريد كل واحد طبيعة الحال في تعليقات أنكم تكتبوا يعني مايكل جبان لأنه هذا تجربة جميلة جدا. قال لك سأقفز تجربة جميلة جدا هنا كما تشاهدون المنطاد أعزائي المشاهدين. قال لك الآن وصلنا إلى الصحراء. قال لك مايكل ماذا نفعل في الصحراء الآن؟ قال لك لا إذا لا أعتقد أنكم ترامغ ولكن هناك الجمال. سنقوم بطبيعة الحال بالكواد بايكينج وركوب الجمال. قال لك طبيعة هذا الشاب يعني يتبعنا من كل مكان سبحان الله. قال لك طبيعة الحال هذا واحد من الأشخاص اللي يعرفوه رامي يضحكوا معي إلى آخر. طبيعة الحال الآن قال لك هذا المكان يعني تظهر كأنه مكان لقول طبيعة الحال خطاب تحفيزي. قال لك ما الذي نحتاج الآن slow motion يعني العرض البطيء من أجل إعطاء خطاب تحفيزي هنا في هذا المكان. طبيعة الحال سيقومون الآن بالكواد بايكينج. قال لك الآن سنقوم برياضة الكواد بايكينج لننطلق. طبعا الحال كواد بايكينج هو الدراجات الرباعية كما تشاهدون. أجواء ستكون حارة جدا في مراكش يعني في الصيف. وهنا راح يركب في الجمل. قال لك لكل الأشخاص الذين يعرفون ما الذي يحدث قال لك نحن فوق الجمل. قال لك يا رب هذا الأمر مجنون. قال لك كيف يعرفون متى يقومون؟ قال لك هذا الأمر رائع. قال لك هذه أول مرة لي في الجمل. قال له بإمكاني أني ألمسه. قال له هناك عنده عظام في رأسه. قال له هذا الجمل يريد أكلي. قال لك يعني قل لي على حسب هذا قل لي يعني معلومات عن هذه الأحجار. قال لك هذه الأحجار يعني قديمة جدا. وهنا راه يقول كلام يعني لا أساس له من الصحة. قال لك الآن هنا يعني مكان صنع زيت أرجان فريش يعني وطبيعي. قال لك الآن هنا سنذهب إلى سوق ساحة الفناء. نرى يتكلموا على اللباس بطبيعة الحال. قال له بطبيعة الحال أنا لابسين نفس اللباس. قلت لك بطبيعة الحال يعني نحن مشابهان في اللباس. الآن قال لك الآن شوف بطبيعة الحال عربات. شوف أو ماي جاد عدد السكان. أنا بطبيعة الحال سيقومون بشراء هذا الشيء. طبيعة الحال رم يشربون الشاي المغربي في شوارع مراكش. قال له ساخن. قال له ما هذا؟
قال له هذه حلويات، حلويات مغربية. قال له كلها مجانا، قال له لا، يعني اسكت في وسط الكلام. قال لك بعد ما قضينا وقت في المدينة رجعنا إلى البيت نمنا، ثم بطبيعة الحال قررنا أن نذهب إلى أخطر مدينة في المغرب على حسب قولهم. قال لك يعني استيقظنا على الساعة 7 والآن نحن في طريقنا إلى الرباط. قال لك هناك شخص بطبيعة الحال سيقوم ب يعني يحضرنا إلى أفضل الأماكن. يعني كيف الرباط أخطر مدينة؟ لا أتفق معك. طبيعة الحال يعني هنا رامي يتكلمان على بعض اللقاءات التي يعني تعرض لهما في هذا المغرب. طبيعة الحال هنا يعني الأهم شيء هم أنهم يعيشون التجربة. هنا راه يتكلم طبيعة الحال مع هذا الأشخاص. قال له هل هناك عندنا يعني حظوظ أن نمشي بالقرب من الماركت؟ قال لك الآن نحن في التقدم في الرباط. قال لك هذا واحد من الأماكن الخطيرة في المغرب. يعني لا أتفق معك، لأنه الأماكن الخطيرة يعني معروفة، يعني ليست في هذه الأماكن، يعني هذا سوق عادي شعبي. قال لك هناك البعض من الأشخاص صديقين ودودين، البعض آخر من الأشخاص بطبيعة الحال خطيرين. هم هنا يعني في وسط هذه الأحياء. بسم الله. قال لك هذه الأماكن جميلة جدا. قال لك سأقوم بشراء بعض من الفواكه. قال له هذه بعض الفواكه المغربية. قال لهم شكرا جزيلا أصدقائي. قال له كان الأمر رائع ولم يكن سيء. طبيعة الحال لأنه الحي ليس خطير يا صديقي، لأنه هذا الأجانب يأتون ويبحثون عن أخطر الأماكن من أجل التجربة ومن أجل تصوير التجربة. قال لك نجحنا في أخطر مدينة في المغرب، والآن سنعود إلى مراكش من أجل العشاء في الصحراء. قال لك من أجل الكونتكست. طبيعة الحال قال لك يعني أخذنا بطبيعة الحال سيارة تاكسي إلى الصحراء من أجل العشاء. العشاء هنا قالها باي باي. هنا رمي يتكلم عن هذه المستقبلة. قال لها يعني ما هو الواي فاي الباسورد. قلت له يعني بطبيعة الحال بإمكاننا أن نعطيك الواي فاي يعني داخل المحل. وحاول يعني أنه يتقرب منها، ولكن يعني أردته بأنها محترفة. قال له لا لا لا، قال له هي لطيفة فقط. طبيعة الحال قال لك مكان جميل جدا. قال له هل تعتقد أنك أطول عليه؟ سبحان الله. أنا يتكلم مع هذا أشخاص يشبهوا بأشخاص يعني أعرفهم. قال لك كل واحد في المغرب هنا ودود جدا. قال لك الأكل المغربي جميل جدا. واو. قال لك شوف هذا اللحم. طبيعة الحال هنا العادات والتقاليد كما تشاهدون، يشارك فيها، يشارك في العادات والتقاليد ويرقص. قال لك هذا الأشخاص طبيعة الحال أذكياء بشكل جدا. قال لك يعني لما ترقص معهم يعني يأخذوا منك أموال. قال لك سنشاهد هذا الحصة، يعني حصة الجمال. هنا يعني يشوف هذا الشاب اللي يشوف مراه. أوكي 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 أوكي. إطلاق النار بالبراد. قال لك يا رباه خلاه. قال لك الآن طبيعة الحال الذهاب إلى البيت. يعني قال له عندي خطة. قال له السيد أعطانا صورة للفان الخاص به. قال له المهمة الآن إيجاد الفان، إيجاد السيارة الكبيرة. قال له صدقني، قال له صدقني أنه هو. قال له وقعنا عليها. قال له أجدناه، وجدناه. قال له أخي، قال له أخ، قال له ذهبت وتركتنا يا أخي. قال له أين؟
قال له كنت أحاول أتصل بك. قال له لم تقم بإعادتنا. قال له هل بإمكانك أن ترجعنا للبيت؟ قال له بإمكانك أن ترجعنا للبيت. قال لك الآن وصلنا إلى اتفاق لأنه دفعنا له أموال لكي يرجعنا للبيت. أها. هنا قال لك سنلعب كرة قدم مع أشخاص غرباء. بطبيعة الحال قال لك أنا أحسن لاعب كرة قدم. المهم أعزائي المشاهدين هذا اليوتيوبر معروف عليه أنه بطبيعة الحال يقوم بتسوية فيديوهات يعني فيديوهات ضحك فيديوهات يعني تحديات إلى آخره في بريطانيا مع مجموعة من اليوتيوبرز معروفين. أعزائي المشاهدين كان هذا الفيديو ترجمة لكل ما قاله لما سافر إلى المغرب في هذا الفيديو القصير لمدته حوالي 16 دقيقة. أشكركم على متابعة هذا الفيديو، نلتقي في الفيديو القادم. صلوا على نبينا محمد. أي واحد عنده فيديوهات يريد أن أترجمها لكم ألقوا لي في الأسفل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.